مفاجأة، إثيوبيا تتحدى مصر والسودان وتعلن عن أمر خطير، وتحذير عربي للعالم بحرب على إثيوبيا. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وفي صدمة، مواطن صيني ينتحر بطريقة مرعبة في مصر. ننشر أيضا لحضراتكم كل التفاصيل. وهام الرئيس السيسي، وخبر صار جدا عن سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا. ومفاجأة، إثيوبيا تتحدى مصر والسودان وتعلن عن أمر خطير. وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي أكد إن ملء الجولة الثانية من سد النهضة هيتم وفقا للجدول الزمني. بعد اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، أشار سيلشي بيكيلي إلى أنه لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد، حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل، وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى. لافتا إلى أن هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاثة، ولن يتغير شيء من ذلك، وسنواصل العمل وفقا لذلك. من جهة أخرى، أوضح وزير الري السوداني ياسر عباس محمد إن السودان كان يدعم منذ البداية مشروع سد النهضة لأنه من حق إثيوبيا والاستفادة من المياه، موضحا أن هذا هو موقف السودان منذ 10 سنوات. أضاف: لقد دعمنا إثيوبيا لتوليد طاقة كهرومائية، وذلك دون الإضرار بدول المصب. من جانبه، شدد وزير المياه والري في جنوب السودان مانو بيتر على أن الحل الإفريقي للمشكلة الإفريقية هو الإجراء الصحيح لإيجاد اتفاق دائم حول سد النهضة بطريقة مستدامة، داعيا السودان ومصر وإثيوبيا إلى حل المشكلة على أساس هذا الإجراء. أكد المنطقة بحاجة للاستقرار لأنه أهم شيء في الوقت الحالي. المصدر كان معنا من إينا الإثيوبية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر في صريح العبارة. هذا البيان الصادر من إثيوبيا، هو بيقول لمصر والسودان: أنا هاملة سد النهضة في موعده، ملء الثاني هيتم في موعده. طبعا هذا تحدي كبير جدا، وده بعد ما اجتمعوا العرب على الوقوف ضد سد النهضة لصالح مصر والسودان. يعني إثيوبيا حاليا فيما معناه بتقول: أنا هاملة الملء الثاني، واخبطوا راسكم في الحيط. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت الجزء ده من الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل لخبر آخر، وتحذير عربي للعالم بحرب على إثيوبيا. وعلق ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة على أزمة سد النهضة الإثيوبي، وقال إن في حرص عربي على عدم تحول الصراع إلى صراع عربي إفريقي. في تصريح لقناة أون إيل المصرية، أضاف عبد الفتاح أن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أزمة سد النهضة في قطر مؤشر لبدء وحدة المواقف العربية في هذا الملف. أشار إلى أن اللجوء لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة هو أول توجه من نوع لمصر والسودان بعدما طرحت هذه الفكرة في العام الماضي، لكن السودان كان مترددا في الإقدام عليها انتظارا لأن تبدي إثيوبيا قدرا من المرونة وتسمح بالمضى قدما في التوصل لاتفاق ملزم. لفت إلى أن هناك حرصا عربيا على عدم تحول الصراع إلى صراع عربي إفريقي، باعتبار أن هذه القضية قضية تنموية، وأن الجامعة لا تعادي إثيوبيا ولا حقها في التنمية، لكن شريكة مراعاة مصالح الدول الأخرى وخاصة دولتي المصب مصر والسودان عبر التوصل لاتفاق ملزم. لفت إلى أن هناك إجماعا داخل المجلس الوزاري العربي إلى ما ورد في القرار، غير أن النظام الأساسي يسمح بإمكانية إبداء تحفظات في وقت لاحق. أوضح أن دولتي جيبوتي والصومال لم تبدي أي تحفظات على القرار بعكس ما ورد في قرار المجلس الوزاري في العام الماضي. المصدر معنا كان من RT، ويعني العرب بيحذروا، بيقولوا ان احنا مش عاوزين ان يبقى في صراع عربي افريقي. واترك لحضراتكم التعليق، وان شاء الله نهاية هذا الملف هو ضرب سد النهضة. ان شاء الله
هيتضرب. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، وصدمة، مواطن صيني ينتحر بطريقة مرعبة في مصر. وشهد أحد الفنادق بمنطقة النزهة في مصر واقعة انتحار مواطن صيني شنقا داخل غرفته. في التفاصيل، تلقت الشرطة المصرية بلاغا من إدارة أحد الفنادق بدائرة القسم بانتحار شخص صيني الجنسية داخل غرفته بالفندق. وبالانتقال تبين العثور على جثة صيني الجنسية في العقد الخامس من العمر ومعلق في سقف غرفته بالفندق بواسطة حبل، حيث جرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة. وفي إطار التحريات، قيل أنه أثناء قيام إحدى العاملات بالفندق بالطرق على غرفة النزيل الصيني لإجراء أعمال النظافة وتعقيم الغرفة لم يفتح لها، وبالسؤال في قسم الاستقبال بالفندق أكدوا أنه داخل الغرفة ولم يغادرها، كما أن مفتاح الغرفة مع النزيل، وفي محاولة للإطمئنان عليه تم فتح باب غرفته بواسطة مفتاح احتياطي وعثروا عليه معلقا في سقف الغرفة، وفي محاولة لإنقاذه تبينوا أنه توفى. حررت الشرطة محضرا بالواقع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما كلفت المباحث بإخطار السفارة الصينية بالقاهرة لاستلام جثمان المتوفى. المصدر معانا كان من الوطن، حبيت أنشر لحضراتكم آخر التفاصيل. وننتقل لخبر آخر، وهام الرئيس السيسي، وخبر صار جدا عن سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة. تتسلم الامرأة المصرية سيدة ميزار عبدالله، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، شقة سكنية كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. في التفاصيل، من المقرر أن توقع سيدة ميزار عبدالله على عقد ملكية الشقة واستلامها في ديوان عام محافظة شمال سيناء بحضور المحافظ اللواء عبد الفضيل شوشة ووكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء المهندس محمد رضوان. من جانبه، أوضح محمد رضوان أنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لحصول سيدة ميزار المستفيدة على الشقة التي أهداها لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه تم تحرير العقد وتجهيزه للتوقيع وتسليمها للشقة في ديوان عام المحافظة، وأن اللواء عبد الفضيل شوشة سيسلمها مفتاح شقتها الجديدة، وهي مكونة من 3 غرف على مساحة 90 متر في الطابق أول بعمارات الإسكان الاجتماعي في حي العبور بالعريش. هذا وأشار وكيل وزارة الإسكان إلى أن فريقا من المهندسين بمديرية إسكان شمال سيناء قام بمراجعة موقف الشقة واستكمال كافة المرافق الخاصة بتوصيل الكهرباء وتركيب العداد وتوصيل المياه والصرف الصحي وأعمال الدهانات اللازمة. وحول هذه الهدية الخاصة من الرئيس السيسي وعن حيثياتها، يقال إنه أثناء احتفال شعبي نظمه أهالي شمال سيناء لإحياء زفاف سيدة ميزار التي تعاني من فقد البصر، من بين 4 شقيقات يعانين بدورهن فقد البصر، وعلى عريسها أيمن رمضان، طلب الأهالي بتوفير آخر ما تبقى من احتياجات العروس وهي شقة، حيث أنه بعد نشر صحيفة اليوم السابع هذه المطالب استجاب الرئيس السيسي لها وكلف جهات الاختصاص بتلبية هذا الطلب. أعربت سيدة ميزار عبد الله علي عروس شمال سيناء وزوجها أيمن رمضان سعيد من ذوي القدرات الخاصة الشكر للرئيس السيسي بسرعة الاستجابة لطلبها بتوفير مسكن مناسب لهما. مصدر معانا كان من اليوم السابع، يعني ربنا يبارك لهم إن شاء الله في حياتهم، وتحية طيبة للرئيس السيسي. مصدر معانا كان من اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق، وجينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس الاسم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.